اخبار الشغل النهارده ايه؟ طمني عليك. الحمد لله تمام، ميت من التعب. النهارده جالنا بضاعه كتير، قعدت ارص بقى فيها وافك في كراتين لغايه ما الواحد ظهره اتقطم. المهم انك كويس. الحمد لله، شويه تعب بسيط بس الحمد لله. بس انت عارف بقى يا عادل، الشيل والحط ده عامل زي الرياضه بالظبط، مفيد صحيا جدا. والله مفيد صحيا. طيب عموما انا بعد بكره ان شاء الله جايالي بضاعه جديده، بتعالي بقى مارس الرياضه دي وشيلي وحطي معايا في البضاعه. وانت لابسه بقى كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ خارجه اتفسح. خارجه اتفسح انت ومين؟ مع جوزي حبيب قلبي. خارجه انت وجوزك؟ طب هترجعي امتى عشان لو اتاخرت ما اقلقش يعني؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، مش هيبقى في تاخير. ولا في تاخير ما دام خارجه مع جوزك خلاص. بس عموما لو جيتي ولقيتيني نايم بيسيبيني نايم عشان ايه؟ عندي صحيان بدري. لا يا حبيبي، ما هو انت جاي معانا. جاي معاك انت وجوزك؟ هنخرج احنا الثلاثه؟ طب جوزك ما يتضايقش يعني ان انا خارج معاكم؟ وهتروحوا فين امال؟ عادل، احنا متفقين مع بعض من اول امبارح. متفقين احنا الثلاثه؟ يو يا عادل بقى ما ترجعش في كلامك. مش مساله ارجع في كلامي، مساله بس ان انا تعبان ومحتاج انام كام ساعه عشان اصحى فايق بكره للشغل. الابحاث الجديده اكتشفت ان الانسان محتاج ينام تلت ساعه. تلت ساعه في عمره كله؟ في اليوم. في اليوم تلت ساعه بس؟ طب وانت ما بتناميش تلت ساعه ليه امال؟ لا ده على الانسان مش الانسانه. الانسان. بس تلت ساعه دي مش هلحق احلم حتى، يعني انا الحلم ساعتها هيكون لسه في اوله مع بدايه التترات بتاعه الحلم. لا ما هو الحلم بياخد فيمتو ثانيه. فيمتو ثانيه؟ ده مين اللي قالك على حكايه الفيمتو ثانيه دي؟ فيمتو ثانيه دي اللي اخترعها المهندس ممدوح زويل. يا نهار اسود، مهندس ممدوح زويل، الراجل اللي رافع راسنا في كل حته في العالم اسمه ممدوح زويل. اسمه ابراهيم زويل يا ماما. قال ايه بقى؟ قال ان الحلم بياخد ثانيه. بقول لك انت ما تعرفش الموضوع ده ولا ايه؟ لا والله ما اعرف. اللي انا اعرفه ان الجون بيجي في ثانيه، وده اللي قاله المهندس محمد لطيف. يلا يا عادل بقى والنبي، انا عايزه اخرج وقاعده زهقانه طول اليوم، عايزه امشي رجليها شويه. ايه يا حبيبتي، وانا تعبان طول اليوم وعايزه انيم رجليها شويه عادي يعني. حلو قوي، يبقى نروح مكان نقعد فيه. بحيث ان انا ابقى قاعد وانت واقفه، او مثلا وانا قاعد وانت بتلف عشان تمشي رجليك. ده انت بتهزر بقى. بقول لك ايه، انا خارجه يعني خارجه. وانا مش خارج وهنام يا رانيا، لان انا محتاج اريح نفسي. انت طول الوقت محتاج تريح نفسك؟ ايوه، عشان اقدر اصرف على امك واختك. مامي واختي؟ على فكره بقى، مامي واختي ليهم حقوق في البيت ده زي امك واختك بالظبط. ايوه انا ما قلتش حاجه، عشان احقق بقى الحقوق بتاعت امك واختك وبتاعتك انت وبنتك لازم انزل اشتغل واسيب بقى الخروج والصرمحه والكلام الفارغ ده. بتسمي خروجي معاك صرمحه يا عادل؟ على فكره بقى، انا مراتك وليا حقوق عليك في البيت ده، واولها ان انا اخرج. ماشي، شوفي الخروجه دي هتتكلف كام واديكي فلوس اخرجي بيها انت وامك واختك. فلوس؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انت بتكلمني انا عن فلوس؟ انا مش عايزه حاجه منك، اتخانق. خدي هنا، انا مش قاعد بتكلم معاكي تسيبيني وتخرجي كده من الاوضه. على فكره بقى، انت بيروقراطي وديماجوجي واناني. يعني ايه اناني؟ يعني اناني. بنت، اوعي اوعي في حياتك تتكلمي مع جوزك كده ابدا. استني بس حضرتك، دي قالت ثلاث حاجات منهم اناني. ما هو مش ذنبك، ذنب العيشه الزفت اللي احنا عايشينها هنا. الحقي شوفي مين اللي بيتكلم، مجيده اللاجئه وبنتها اللاجئه بيتكلموا على العيشه. مش عاجبك العيشه معانا ولا ايه؟ انت ما تتكلميش مع مامي بالطريقه دي. وبعدين اذا كانت مامي لاجئه وده حقيقي يبقى انتوا ايه؟ لازقه؟ ازاي يا عادل امك تتهزق وانت واقف تتفرج؟ ما عادش اللي يهزقك يا ماما. ما هو عايش اهو بيهزق. ازاي؟ انت ازاي تكلمي ماما بالاسلوب ده؟ بصي بقول لك ايه، بقول لك ايه؟ انا بقالي خمس سنين مش عارفه اتكلم براحتي، مش عارفه اتنفس. ايوه كده، صاري على حياتك وبعباع اللي في قلبك، قصدك ان احنا كاتمين على نفسك؟ قصدك ايه سناء؟ ما اقصدكيش يا رانيا. بحسب. نو، ذيس از انف. انت يا بنت دلوقتي تخشي كل الهدوم اللي عندك دي تلميها تيجي تقعدي عندي، فاهمه؟ اوكي مامي. حوش حوش، هيروحوا يقعدوا في الشاليه بتاعهم اللي ببلطيم. ما هي متلقحه هنا. عادل سيبك منهم، سيبك منهم. سيبك منها يا عادل، بكره ترجع ورجلها فوق رقبتها. ترجع منين يا ماما؟ نو جامي يا حبيبتي، بنتي ترجع تاني غير لما الراجل ده يعرف قيمتها ويبوس رجليها وانتوا تاخدوا حقها. هترجع، هترجع يا مجيده، هترجع بشروط جوزها. مامي سيبك منهم، انا جاهزه، يلا بينا نمشي يلا. ها ها، نشوف وشكوا بخير. ياسمين ياسمين ياسمين.
اوعى تضعف يا عادل وترجعها. عارف لو عملت كده لا تبقى ابني ولا اعرف. لا يا ماما انا مش هضعف، مش هضعف ابدا. وزي ما هي مشيت لوحدها ترجع لوحدها. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين. ياسمين 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 اللي هتعيش متشحططه ما بين ام واب. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ ولا يهمك يا عادل، بكره هي تندم وتبعت لك المراسيل عشان ترجعها. مراسيل ايه وشحططت ايه؟ وياسمين ياسمين ما متلقاها في الاوضه اللي جنبنا. ايه اتجننتوا يا جماعه ولا ايه؟ اسكت انت يا سناء، الموضوع كبير قوي، بكره اخوكي هيعاني من الوحده. وحده ايه يا ماما؟ الوحده يا هانم، وانت حاسه بحاجه؟ الوحده ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في دوره الميه. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين. ياسمين 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 يا ابني دي قاعده في الاوضه اللي جنبك، يعني اروح اجيبها لك من شعرها؟ وانت ايه اللي ينزلك في وقت متاخر زي دلوقتي يا سلام؟ انت عندك شغل بكره الصبح. اللي ينزلني عندي شغل الصبح؟ ماما انت سامعه عادل بيتكلم ازاي؟ اه طبعا، ما عندناش ستات ينزلوا لوحدهم. يعني انا لو نزلت ورحت الاوضه اللي قدامي دي الساعه 12 الناس هتتكلم عليا ويجيبوا في سيرتي؟ ايه اللي يخليكي تستني لغايه الساعه 12 بالليل عشان الناس يتكلموا عنك؟ الناس بيتكلموا عنك من غير اي ساعه 12 يا سندريلا، ولو ما اتكلموش احنا اللي هنخليهم يتكلموا ان شاء الله. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. انت شكلك كده يا دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دوله، انت من الصبح كده عينك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقولها؟ انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دوله اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا ربي؟ بص يا دوله، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضو هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوقات اللي انت عملتها. النتوقات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها. ايه المشكله في كده مع واحده قاعده عند امها؟ عادي، امر طبيعي يعني. ايوه ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دول ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دول، انا فهمت خلاص، انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دول، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في اغنيه. بص بقى دول، انت لازم تحل المشكله دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه؟ والله انا عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دول، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقول لك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دوله، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الضنا غالي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دوله. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار. لا يا Thank you.
ازيك يا حبيبي؟ احنا جايين عشان نقعد معاك وما نسيبكش لوحدك. شكرا يا ماما، فعلا ونعم الام. وجبنا لك بجنيه لب عشان نقعد نتسلى مع بعضينا. شكرا يا سناء، فعلا ونعم اللب. اوعى تكون ضعفت وعاوز ترجعها وتهين كرامتك، دي غلطت في امك واختك. وبعدين في ناس كتير قوي بيقولوا انها هتتجنن عشان ترجع. ايه ده، في ناس بيجوا الشقه هنا ولا ايه؟ ناس مين دول يا ماما اللي بيقولوا لك كده؟ قولي. انا فاهمه، انا فاهمه بعمل ايه. يوسف خلاص براحتك، فاهمه ادينا بنتسلى مع حضرتك. ايوه ماما، يعني الناس دول حضرتك بتقولي ان هم قالوا لك عايزه ترجع؟ وملك اتشحتفت قوي كده، ما تهدى وتعقل شويه. هي هترجع، لكن لما ترجع ومناخيرها في الارض هتعرف غلطها وما تعملش كده تاني، وخصوصا بعد ما اتشحتفت وضاقت الغربه، الغربه وبعد المسافات. يا مثبت العقل والدين يا رب. هو بابا فين يا ماما؟ وحشك يا حبيبتي. احنا هنخ من اولها. هو احنا لسه في اولها؟ هو الموضوع هيطول ولا ايه؟ يا حبيبتي بنتي وعندي وقاعده معززه مكرمه لحد ما يجي هو ويركع على رغبه علشان ترجع له. هو بابا هيجي؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا يا مامي، انا زعلانه منه فعلا، بس ده مش معناه اخلي بنتي حبيبتي تتربى بعيد عن ابوها. انا مش عارفه انت زعلانه منه ليه، بس اللي تتجوز واحد زي ده ما تتوقعش انها تخرج اصلا. وبعدين قوليلي انت، يعني لو خرجتي تفتكري هتروحي فين؟ ده بكبير وهيجيب بربع جنيه ترمس وبنص جنيه دره. السنه اللي فاتت لما خرجنا جاب لنا غزل البنات. على فكره بقى، الخروجه مش هي سبب الخناق، الخروجه دي هي القشه التي كسرت رجل الحمار. انا مش حاسس بيها خالص، ده عمره ما قال لي كلمه حلوه. بيعاملني على اني كنبه، مرتبه، كرسي، ما بعملش حاجه غير اني بمسح وبطبخ وبكنس وبس. يا حبيبتي دلوقتي بقى لما يعرف قيمتك بحقيقي وانت زي ما كده مزعزعه بين اربع حيطان هيجي راكع عشان هيعرف النعمه اللي كان عايش فيها. الو الو الو، ايه اللي انا بعمله ده؟ لازم احاول تاني. الو الو الو. ايوه رانيا، انا عادل. ايوه عادل، ازيك؟ وحشتيني. وحشتني قوي. ايه ده، في حد يتصل في وقت زي ده؟ عبيط انت ولا ايه؟ لازم احاول تاني، لازم اطمن على ياسمين. مشغول. كنت بتكلم مين دي دلوقتي؟ Thank you.
ايه ده، مين ساب السماعة مقفول مفتوحة؟ لو حد اتصل مثلا. الو، محل الورد اللي تحت عندكم ورد والله طازه؟ كويس ان انت جيت في وقتك. طازه؟ طبعا طازه يا فندم. طازه يا فندم. طيب بص، خد الكارت ده حطه مع الورد ورن الجرس تاني. تحت امرك يا باشا. ماشي، استنى. خد. ماشي يا باشا. مين اللي خبط علينا؟ معرفش، الناس قليلة الذوق، ناس فاضية. طب شوفي شوفي مين ولاد الذوق دول اللي بيخبطوا الساعة دي. مساء الخير. مساء النور. الورد لحضرتك. شكرا قوي. عفوا. اديني الكارت لواحد قليل الذوق فعلا. ها؟ عودي يا رانيا، عودي يا رانيا، أنا في انتظارك. لا أستطيع العيش دون أن أراكي، فأنت كالمصباح. لا أستطيع العيش دون سماع صوتك، فأنت كالمذياع. عودي يا رانيا، عودي يا رانيا. مين إيه ده؟ إيه الغابة؟ إيه في إيه؟ يا مامي بس الوردة حلوة قوي. الوردة حلوة قوي، يا سلام. أنت عارفة ده معناه إيه؟ معناه إن ده هتصالحوا بعض بالورد ده. روحي روحي ارميهوله قدام الباب. يلا استني، ما ترمهوش على الباب عشان ما يتوسخش، احتمال هرجعه يعني. وجايب لها ورد يا خايب. بعد كده مش هتعرف تشكمها. يا ماما طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا صراحه يعني زهقت من الوحده اللي انا فيها دي، وبعدين رانيا وحشتني، مش هي لوحديها، هي وياسمين. ياسمين بنتي ضنايا، يعني في شارع مين ده يا ماما؟ في شارع مين بس يا رب؟ كويس ان جيتي. تعالي شوف اخوك الخايب عاوز يرجع رانيا. يرجع رانيا يا ماما؟ واحنا مجانين؟ ايه المورستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده يفتح الباب ده يمشي مترين لقدام يلاقي رانيا في وشه في الباب التاني. مش فاهمة، مش فاهمة، مش فاهمة. نجلاء خدي بالك من نفسك، ها؟ ولو عاوزتي حاجة كلميني وما تتعبيش مامي، روحي المدرسة. اوكي. مامي. لا امشي. خلاص بقى يا مامي، ما هو جوزي ولازم ارجع له. لا يا حبيبتي، اصلك انت هبله، انت كان لازم تشحططيه لحد ما يجي راكع على ركبته. هو احنا في صربيا يا امي؟ يلا يا ياسمين، يلا هنروح لبابي. خلاص بقى. معقوله يا عادل عاوز ترجع رانيا بعد ما هزقتنا؟ يا ماما كل يوم بيعدي وياسمين بعيد عني، مش في مصلحتي. عندك حق يا عادل، البنت ممكن تكبر ما تعرفش مين ابوها. افرضي قابلتها صدفه مثلا في المطبخ وما عرفتنيش، ده شكلي ايه قدام التلاجة مثلا؟ لازم اروح لها، لازم اروح لها. رانيا. عادل. ما تزعليش مني يا رانيا. وانا ما كانش قصدي ازعلك. وانا استحالة اضايقك بعد كده تاني. عارف؟ اليومين اللي عدوا عليا عدوا عليا زي ما يكونوا سنتين. فعلا شكلك اتغير خالص، وياسمين بنتنا كبرت اهي ما شاء الله، بقت في سنه كام؟
أوعدك إن أنا عمري ما هطلب منك إن نخرج وإنت تعبان. وأنا أوعدك إن ههريك خروج كل يوم بقى ترمس ودورة وناكل بليلة كل اللي إنت عايزاه. لا أنا عايز أكل غزل البنات. أيوة صح غزل البنات يلا بينا. مش معقول بجد 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 قلبهم ابيض دول ما قدروش يستغنوا عن بعض خالص. طبعا ولاد الحرام هم السبب في ده كله. الحمد لله ان ربنا قرب ما بينهم المسافات. يا دولة انت بتكتب الحسابات بره ليه يا عم؟ تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات حاجات انت ما تفهمش فيها يا رمزي. دول انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان. ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي اغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقولة يعني يا دولة مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الأغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الأغاني بتاعتي دي صعبة عليهم يا ابني. شوف الأغاني اللي أم كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيدة اللي هي بتاعت ثورة الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده الكلام عصير الدمع. طبعا يا ابني عصير الدمع، لأن هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل خجل جدا. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس عم الدنو؟ ايه ده انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عاد بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اتفضل منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا اقفل الباب. ها ماشي ماشي اصبر. اهلا وسهلا تحت امرك طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعونيه بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز نعم. روح هات حاجه ساعه بسرعه يلا. عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين الحاجه ساعه يلا. عينيا الاستاذ بهاء. عينيا على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبتهم. لا ربنا يخليك مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه أدي دقيقة، على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي دقيقة كمان، على بقى ما يشرب الحاجة الساعة أدي دقيقة كمان. ولا فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة أنا همشي. أنا مش لا 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 اقعد اقعد اشرب الحاجة الساعة. حضرتك يعني هم فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده ازاي؟ زي الناس زي ايه؟ ايوه يعني كنت بتقول فيها ايه الاغنية دي يعني؟ هقول لك انا بتقول تلات دقايق اشوفك قبلك ايدك تلمس ايدي اشوفك قبلك عينيك تيجي في عيني لو زعلان اعتبني لو غلطان حاسبني لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني اشتقت لمعادك مطول بعادك ولا عشان بحبك هتزود عنادك نطيرك وعادلك انا طمعا فعدلك انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق انت حبيبي وبس انت نصيبي وبس نفسي اشوفك بس تلات دقايق. الله الله يا استاذ بهاء الله.
بس الله الله يا استاذ بهاء. يعني بص حضرتك، يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص، والثلاث دقايق بتوعي غير الثلاث دقايق بتوع حضرتك. يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر. تخاطر توارد؟ لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله ولغيت الرحله خالص. ماشي يا عم سامعك. طب حضرتك بس في اغنيه ثانيه بتقول. لا بص انا هسمعك حاجه، انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سلام عليكم. انا ماشي. طب يا استاذ بهاء، طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء اوعى هدي لغينا الرحله خلاص. سلام عليكم. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى، يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك. ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه؟ بهاء سلطان بيحاربني يالا. ها كده بقى يا رمزي، فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دوله بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي، كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود. ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده، لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دوله هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دولة طب قول لي بقى الخطوة الجاية يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص. الخطوة الجاية بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها، ويتفقوا بقى مع ملحنين، وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دولة عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكرة. ولا حتة اتنين شاي، يلا بسرعة. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتسرقت، انا اتسرقت. اتسرقت ولا حتة؟ ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوة دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظة دولة. محفظة ايه يالا؟ محفظة ايه؟ انا الاغنية بتاعتي اتسرقت. يا دولة طب وايه اللي خلاك تحط الاغنية في المحفظة؟ مش محفظة، في التلفزيون اهو. الاغنية بتاعتي اغنية اهزنه. سامع؟ اه حلوة قوي يا دولة، حلوة. حلوة ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحشة قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك، وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه اي اظنه ترت ترت. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعتي انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزت مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين والقضيه هرفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوة اي اظنه غنوتكم؟ الا متاكدين حضرتك، احنا اكتر من متاكدين. وانا ممكن اسمع جزء لحضرتك وانت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعتي، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنفض لك. أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني؟ أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي. حضرتك طب أنا هقولك على حتة بقى عشان تتأكد قوي إن هم سرقينها مني. حتة أنا كنت، هو كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رامز. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد. لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دولة. وبعدين ايه السيد ده اللي بيقارنوه بيا انا؟ مفيش غير سيد ممكن.
سيد أنكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الأغنية الشعبية، يعني تطور الموسيقى العربية، يعني السلمة التاسعة من سلالم الموسيقى العربية، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظن قفش فيها. ولا هي دي؟ أهو حضرتك، أنا بقى أقول لعمرو إيه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمرو إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قعدة مع سيد أنكل. متأكد يعني عم سلكها ان أنكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع، انت الله هي كلها دلوقتي شوية ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعدة تانية في غنوة تانية. على فكرة دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي، أنكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسمه أنكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجالة. اهلا وسهلا يا عم أنكل. يا اهلا وسهلا. أنكل مين؟ أنكل مين؟ ده حيالله مساعد رابع لسيد أنكل. حيالله؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الأغنية العربية سيد أنكل. سيد أنكل مين؟ ده حيالله مساعد تاني لسيد أنكل. دي عيلة حيالله ما شاء الله، عيلة كبيرة قوي يعني. دول هم دول توأم ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسلة مطاعم. سيد أنكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده امال ده؟ ده سيد أنكل. اتفضل عمي اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد أنكل. انا اسمع عن حضرتك يا أنكل انك انت سيد الاغنيه كلها يا سيد أنكل. يا الله الله، سمع الجراف الجراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حاضر حضرتك قاعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منور والله يا سيد أنكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق بخصوص حضرتك. بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكورة انتاج يا سيد أنكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ أيظنوا ترت ترت. أيظنوا بتاعت نجات؟ مين نجات؟ لا أيظنوا بتاعت بعرور. الجماعه دول من هنا سلكها. حاضر. ايه يا خدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامه سلكها. حاضر. مع السلامه فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات يا سلكها. حاضر. يوصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقه دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامه بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا أيظن دي تاليف وتلحين ونغمات مجسمه بعرور مع مرتبه الشرف. يا سلام، امال أيظن اللي معايا دي بتعمل ايه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجه وقله ادب وسفاله. انت شغلك كده مش هتروح من هنا أنكل. لا هرجعك طن. كده طيب، احنا شرحنا. نشرح بقى. تشرح مين؟ الاغنيه دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أيظنوا. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى 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 بعرور. ترى 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 يا ماري يا ماري. ترى 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 بعرور.
بعرور. ناري يا ناري. بعرور بعرور. بس سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاع البعرور. بتاعتي. حته. نادي رمزي. بالراحة. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا، لسلكها والبعرور والأنكل ولكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط، ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة. وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور انك متضايق ونصاب؟ بصوا انا المشكله ليست بيني وبين بعرور، بالعكس انا بقول له يا بعرور تعالى هنا اهو ومد ايدك في ايدي وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنيه الشعبيه ونجمعه كله في اوبريت شعبي يكسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بقوله بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس وفي ايدي ماي هاند بول وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله انا بكررها لتاني مره والتالت مره والرابع مره وهفضل اكررها طول ما انا عايش. انا مش طالب حاجه معينه غير ان انا حافظ على اغنيتي. رجعولي ايظنوا اهلا وسهلا ونقعد تاني على طاوله المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن افرط في شبر واحد من ايظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة. لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا. وانت أول واحد جريت أساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا. ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليك. حسيت إن ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. إيه أيظنوا دي؟ قال أيظنوا قال من أيام سامويل جاكسون وموزارت وشاكسبير. الحقيقة لم تنطق الكورة الأرضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على أمره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة. الله. بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله. وشكرا للتحية. انا دعيتكم النهارده للاجتماع حول المائده المستطيله عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شويه فلوس. شويه فلوس ايه؟ لسه فاكرين دلوقتي تتفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الاعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا استاذ طالعه من اسوان لغايه مصر. اه وفي مظاهره هتخرج من البازار بعد ساعه ونص يا دوله. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضيه. الله يحرقك. انت يلزمك كام يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنك؟ يلزمني كام؟
أنا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. آه ما تطلعش فيها أوام كده أحسن تنزل على جدور رقبتك. ها ده رافع قضية ويمكن يكسبها. يا سلام، أنتوا جايين تهددونا في القهوة بتاعتي ولا إيه؟ عموما إحنا جايين نراضيك، وأنت عارف كويس إن أيظنوا دي مش بتاعتك. اتفضل. تلات بواكي أهم، وأوعدك إن الألبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى أغنية من تأليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. إحنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا 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 ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص نخليهم خمسة. ها؟ 5000 جنيه؟ إيه تلعب عليهم؟ ألعب عليهم إيه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان أنا مش موافق. ألو؟ مين؟ إيه؟ بعرور كسب القضية؟ متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الأفراح إن شاء الله. مبروك مبروك، بعرور كسب القضية، مع السلامة. أنا شايف يعني إن 10000 جنيه مبلغ مش وحش، أنا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في القهوة، أنا موافق. أوكي دول خمسة، يبقى فاضل إيه؟ عشرة إيه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هما 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا مشاريب ايه يا عم، كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي هرفع القضيه دي ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من مليون جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا 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 هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتوعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات تلات ايظنوا تلات تلات. طب تلات الاف جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات تلات. طب 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار. ده اللي جالنا على الصبح، ده لازم رمزي علشان عادل اتأخر على البازار. الله، هو عادل لسه ما نزلش؟ ايه اللي أخره كده النهاردة؟ بيتنك عشان بقاله كام يوم بيشتغل كويس بقى بيكسل. خلدونا سيد، ازيك يا نورو؟ وحشتيني قوي، تعالي تعالي. انتي وحشاني اكتر. مامي شفتي مين جالنا؟ خلتمونا حبيبتي يا ملمون، وحشتيني. انتوا وحشتوني اكتر والله. كده يا وحشه، يعني عشان انتي قاعده في اسكندريه ما تساليش على اختك خالص؟ اعمل ايه، مشاغل كتير، بروح مع الحاج المصنع، مش فاضيه خالص. يا حبيبتي خلتمونا. انتي تعرفي طنط انعام حماتي، فاكراها؟ طبعا فاكراها. ازيك يا ست انعام؟ ازيك انتي حبيبتي؟ جلابيتك حلوه قوي قوي، طول عمرك شيك يا ست انعام. متشكره قوي كل الذوق. ايه ده، ايه اللي حصل؟ يا خساره، دي اول لبسه. معلش معلش يا انعام، خدت الشر وراحت. بقول لك يا منى تعالي يا حبيبتي، ده انت وحشاني، عندي كلام كتير اقوله لك. اقعدي. انا هدخل اغير الجلابيه. طنط انعام البسي واحده قديمه. وحش وحش. طيب شقتك حلوه قوي قوي وذوقها هيجنن يا رنا. لا يا خالته، ده الشقة وحشة قوي، ده مفيش فيها حاجة عدلة. ازاي بقى؟ دي وحشة وذوقها حتى وحش جدا. انا قاعدة هنا يا منى بالعافية مش طايقة يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج شوية؟ لا انا لسه جاية ومش عايزة اخرج. لا استنوا بس، هعمل لكم حاجة تشربوها بسرعة قبل ما تنزلوا. بس انا مش عايزة انزل. هو انتوا هتنزلوا امتى؟ اللبس ده وانت نازل. يا حبيبتي هنزل من غير هدوم يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي لا، ما انا هجيب لك لبس غيره. ليه؟ انت قلقانه عليا مثلا الناس تشوفني باللبس ده فيعكسوني ولا ايه؟ لا
من ناحية دي اطمن، انا مطمنة خالص ان مفيش حد هيعكسك، بس وحياتك البس البيجامة دي من فضلك. ايوه حبيبتي بيجامة، هو انا صاحب بازار ولا شحال؟ عشان خاطري انا خالتي برا، البس البيجامة دي. ايه ده؟ خالتي جاية تشحت مننا فلوس يعني وعايزانا البسها؟ يا عادل بصراحة كده انا خالتي عينيها وحشة. عينيها وحشة؟ طيب ما تلبس نظارة شمس او عدسات او الاثنين مع بعض. طيب انا خالتي عينيها مدورة. يا عيب خلق يعني. يا عادل من الاخر كده انا خالتي عينيها مدورة ومقورة ووحشة، ولما بتشوف الحاجة حلوة بتحسدها. لا يا ماما، ايه بتحسد ايه؟ ده كلام مش مظبوط طبعا، وبعدين لعلمك يعني الحكاية دي انا مش بصدق فيها خالص. يا عادل ده الحسد مذكور في القرآن. وانا يا ستي ما اعترضتش، بس اللي بيحسد ده بني ادم بيتمنى زوال النعمه من البني ادم اللي قدامه. طب ايه رايك بقى ان ده حصل مع مامتك من شويه؟ خالتي شافت الجلابيه فعجبتها وقالت لها دي حلوه جدا، راحت الجلابيه متقطعه. حبيبتي ده صدفه اكيد. يا حبيبي ارجوك البس الحاجات اللي انا طلعتها لك دي. لا يا حبيبتي انا مش هلبس الحاجات دي، وبطل التخاريف والاوهام اللي في دماغك دي، انا هلبس هدومي عادي جدا واخرج اسلم على خالتك. عيب تقولي على خالتك كده. ربنا يستر. خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت يا إنعام. دي تالت كوباية تتكسر، ده طعم الكوبايات خلص خلاص. مع إن شكلها جميل بس إزازها خفيف، أعتقد ما يتحملش سخونية الشاي. مش معنى يعني النهاردة، ما احنا طول عمرنا بنستعملها. إنعام حبيبتي عمرها الافتراضي خلص. أنا بقى هقوم أعمل لك الشاي في كوباية بلاستيك، على الله تصيح هي كمان. لا لا ملوش لازمه، خلاص مش عايزه شيء احسن برضه. اهلا 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 اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا كنت عايزاك في خدمه. قوي عينيا طبعا. تسلم عينيك، اصل ابني دخل جامعه القاهره، وبقول مش معقول بقى كل يوم هيسافر من اسكندرية للقاهرة. ما شاء الله داخل الجامعة. هو حضرتك أنا بالنسبة للبيت هنا يعني هو ما فيهوش أماكن خالص، بس ممكن المطبخ والحمام، الحمام ممكن أفضه له خالص ويعيش فيه بقى براحته ويحس بنفس طراوة اسكندرية، يعني البانيو عايز ينزل بحر لله ويملى ملح وينزل يعني. ربنا يخليك. لا مش معقول هيقعد معاك هنا، ده أنا كنت عايزك تشوف له شقة نأجرها له. ينفع تشوف لي شقة؟ قوي طبعا اشوف لك شقه، بس يعني هي مش هتقل عن 1000 جنيه في الشهر. وماله يا عادل، منى ممكن تدفع وتدفع اكتر كمان. وانا بقول بقى برضو ان هو بدل ما يقعد لوحده في الشقه انا اروح اقعد معاه واخد بالي منه. ما ينفعش يا مجيد، اصل هيقعد هو وثلاثه زمايله، على اساس يبقوا اربعه ويقسموا الايجار بقى عليهم كله. ايه 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 ده؟ ايه ده؟ ايه البخور ده؟ ليه يا خالته؟ دي ريحته حلوه خالص. لا 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 يا رانيا، ده ريحته وحشه، انا مش عارفه ايه اللي جرى للناس، كل ما اروح عند حد يشغل لي البتاع اللي ريحته غريبه ده بيغنوا. ويا ريته محوق. يعني في حاجات كتير تانية بس بنبتدي بده الاول. طب شي بعيد عني كده. المهم يا عادل، انت هتقدر تشوف لي موضوع سمسار كويس؟ ان شاء الله. لعلم حضرتك انا ليا علاقات جامده جدا. اهو انا احب جدا الراجل اللي له علاقات كده. انا بقى ما بحبوش. وعادل ملوش اي علاقات يا خالتي. يا رانيا في ايه؟ علاقات يعني بناس بتعامل معاهم يعني رجاله، يعني مش حاجه وحشه يعني. استنى يا عادل، يا خالته ده عادل في كل العبر، ده مجنني، ده خانقني، ده ملوش علاقات وما بيحبش حد ومتوتر وبيخاف من دله. جرى ايه يا رانيا؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ حد يقول كده على جوزه في وشه؟ طب استني يا حبيبتي لما ينزل. لا لا انا هنزل دلوقتي عشان تتكلمي براحتك بقى يا رانيا. معلش انا اسف، انا استاذن وان شاء الله اشوف لك الموضوع ده. متشكرة قوي يا عادل، مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة. إيه يا رانيا؟ عادل جوزك شاب زي الفل. يا سلام عليه وعلى ذوقه ولبسه، لبسه آخر شياك. خش ألبس اللبس اللي أنتي قلتي له عليه. إيه ده؟ معلش يا عادل، خد الشر وراح.
ولا هم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ سايب شغلك وبتلعب بالبتاع دي ايه؟ انا نفسي يا دولا ادخل معهد الكونفرساتوار. كونفرساتوار؟ ده مش عارف تقول ايه اسمه، هتخشه تعمل فيه ايه بقى المعهد ده؟ نفسي ادخل قسم سفافير. يا رب السفاره تقف في زورك ونخلص منك بقى. ايه دولا بقى؟ اوريني كده اعزف تاني يلا. ماشي فرحت انت صح؟ تعبان بقى يطلع يلوشك على طول، عامل لي فيها رفاعي. سايب الشغل ياد وقاعد عمال بتلعب في الصفاره ياد. هنبتدي بقى، هنبتدي ضرب. هنبتدي طبعا. فين الشغل ياد؟ ما بتشتغلش ليه؟ ايوه دول، هو فين الشغل؟ انت لسه قايل فين الشغل دلوقتي؟ فين؟ ما فيش زبون دخل لنا النهارده يا دولا. ما هو من خيبتك، من خيبتك. شوف بقيه البازارات، العيال اللي بيشتغلوا فيها بيصطادوا الزباين من بره. انت قاعد لي نوع عمال بتلعب لي في الصفاره، فين الشغل ياد؟ يا دولا انا عايزك بس تهدي نفسك كده. انت واضح ان انت لسه صاحي من النوم يعني بالبيجامه دي. انت بتتكلم على لبس كمان؟ دي بيجامه؟ لا دي حلوه، ده احدث طقم. اه الو يا تيتي. ايه يا تيتي؟ عايز ايه؟ اه ضربته، انا حر ان انا ضربته. واد قليل الادب بيصطاد الزباين من الشارع اللي كانوا داخلين البازار وبياخدها على البازار عندك، اعمل له ايه؟ ماشي، مفيش تعامل بينا بعد كده يا تيتي. ماشي، ومش عايز منك حاجه. يلا دولا بقى هدي اعصابك يا عم. انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخانق معاه النهارده يا رمزي. الظاهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق. هو بصراحه يعني رانيا عندها حق في كل حاجه. انت يا دولا يعني خلقي وشكلي وروحك في مراخيرك. مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكايه خالتها اللي بتحسد دي. اه بتحسد يعني، يعني عينيها وحشه صح؟ بس مش بتحسد اي كلام، دي محترفه. انت عارف يا دولا، انا كان ليا خاله عامله زيها كده برضو بالظبط. اللي كان بيضايقني في الشارع كنت بجيبها له ترقعه عين تجيبه الارض على طول. ايه ده؟ اخيرا بقالك فايده يا رمزي. طب ما تجيب خالتك دي تحسد خاله رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص. لا يا دولا، ما اصلها اتعمل. ايوه يا دولا، مع ان يا دولا كان عليها جزء عيون، انما ايه، كان نفسي يا دولا يبقى ليا عين زيها كده، بس تقريبا بقى حد حسدها. حد حسدها ولا رمزي؟ انا ملاحظ ان انت من ساعه ما جيت تشتغل هنا في البازار، البازار حاله واقف، برغم قبل ما تيجي كان شغال نار. يبقى اكيد اللي حسد البازار هو اللي حسد خالتك يلا. بص يا دولا، انا عندي بقى حل للموضوع ده. انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده. اجيب دجال؟ ما اجيبش واحد حقيقي يعني؟ لا يا دولا، صدقني هو ده اللي هيحل لك المشكله. الو يا رانيا. ها في ايه؟ ايه يا رانيا مالك؟ مالك في ايه بس؟ ايه مال رانيا؟ ماتت؟ ماتت ازاي يا غبي؟ رانيا في التليفون الكلينيكيه المسحه. ايه يا رانيا؟ ايه الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقع؟ في حد حصل له حاجه؟ حماتي؟ مش اشكال، قصدي يعني يا ومحدش حصل له حاجه تاني. وايه صوت ده اللي عندك ده تاني؟ طقم الصيني وقع على الارض اتكسر؟ ده ابو 3000 جنيه؟ لا حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. حاضر حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. ماشي. ولا رمزي ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ بص بقى يا دعبول، انا عايزك تعيش في الدور على الاخر. ها، عايزك بقى تبطل الشغل ابو 3 مليم ده. احنا داخلين يلا على نصبايا كبيره. يعني اخرج لك كل اسلحه الدمار الشامل؟ ايوه، وكل بقى ما تزور في الاسلحه دي كل ما هم هيصدقوا اكتر. يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر. طب ما انا دجال شاطر يا عم. اتوكس اتوكس على خبتك. دجال شاطر ايه؟ انا عايزك تبقى اشطر من كده. طب هم عايزيني في ايه بقى؟ انا هقول لك يا دعبول، بص، في دولة ابن عمي عنده واحدة ست في الشقة هناك عليها عين، انما ايه، تقوم منشين على الهدف وتقوم شايطة على طول. يعني عايزة لها عصام الحضري عشان يصدها. ها، هما بقى عايزين يقتلوا الحسد ده. طب ما انا احسن من ابو تريكة وشيكابالا كمان. ده لحد فيها شبه في الشيكابالا. افهم عليك. وبعدين انا مش عايزة شغل كتير كده. لا بقول لك ايه دعبول، صح كده، احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير، وبعدين هنبقى نقسم في الاخر. ها، مع بعضين في السكرات. لا 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 لا، عيب كده بقى. الله، الاستاذ عادل لازم يبقى معانا في المصلحه دي. استاذ عادل ايه ده؟ انا بقول لك في السكرات. ده اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع. اه طيب خلاص،
انا هجهز عدة الشغل بقى. ماشي، وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده. وماله اللبس ده بقى؟ انت هتشوحلي وتعملي كده؟ انت رايح تخطب يا دعبول؟ احنا بقولك دجال دجال، يعني لبس اللي هو بتاع الدجالين بتاع زمان ده، اللي هو التسعينات. التسعينات؟ فاكر، بس انا ما اتولدتش في التسعينات. انا هقولك يا دعبول انا اتولدت فيها وهقولك. يعني انت اتولدت قبلي؟ ايوه، يعني انا اصغر منك يا ولد. بص يا دعبول، انت ايه يعني تروح تلبس كده طرطور ها، وجلابيه كده مرقعه احمر واخضر وبتاع وبخور. ايوه عرفت، دجال فيديو كليب يعني. عليك نور، صحصح كده وتقعد تعمل شعوذه كده. هقوم اجهز لك الفيديو كليب انا بقى. برافو عليك. خدت الشر وراحت. الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها، لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت. يا خسارة، البادي كان هياكل من جسمك حتى يا رانيا. يا مامي انا خايفة اموت، خايفة اموت. ما تقوليش كده بقى يا حبيبتي، ده انت بتقولي كده ليه؟ افتح الباب احسن. انتوا مستنيين حد؟ لا ان شاء الله خير يا منى، ان شاء الله يا حبيبتي، احنا مش مستنيين حد خالص يا ماما. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين ماما؟ بتولع اهي. ماما نجحت في الامتحان يا ماما، وجبت في كل المواد 10/10. ياسمين كبرت وحلوت وشعرها طول. حاضر يا ياسمين. فيرا؟ لا مفيش يا خالته حاجه، مفيش اي حاجه. مامي والله العظيم لو بنتي جرى لها حاجه لا تبقى قطيعه بيني وبينك للابد. ايه ده يا رانيا، بتكلمي مامتك كده ليه؟ معلش يا منى، اصلي في مشاكل ما بيني وما بين ياسمين. انت يا بنت خشي اوضتك وما تخرجيش منها خالص، خديها يا رانيا على اوضتها. في ايه يا جماعه؟ ما انا ناجحه. هما بقى الناجحين بنعمل معاهم كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده ايه يا جماعه، بتزعقوا للبنت كده ليه؟ البنت ناجحه وجميله وزي الفل. دي سفله وقللت الادب. ايوه سفله وقللت الادب. خش دور. المره الجايه والله عشان تتضغط والله لا نصحت. اتفضل. السلام عليكم، انا البيت من البني ادمين. مين البني ادمين ده يا عادل؟ ده عم دعبول صاحب عادل من ايام المدرسه، بس هو بقى ربنا كرمه وكمل دراسته. ايوه هو صاحبي يعني، هو بس يعني ايه لابس لبس غريب شويه، لان هو اصلا فنان يعني، والفنون جنون احنا عارفين طبعا. ده هو لابس كده ليه؟ اصل احنا استعجلناه يعني، وهو نازل وكان بيرسم لوحه فلبس اللوحه، فهو راجل فنان فعشان كده. فين المذكوره اللي انا بكلمها؟ لا قاعده قدامك دي. عادل، انا كنت عايز اسالك على الشقه، عملت لي ايه فيها؟ عملت لي كل خير اهو اساليه ووجهي له كلامك على طول. هو ده السمسار؟ هو سمسار، بس هو يعني ايه فنان، بس سمسار بس بوهيمي يعني، هو وجهي له كلامك كله بقى. انا كنت عايزه شقه لطلبه يعيشوا فيها. هو بيعمل ايه عادي؟ هو بيفلي الهوا حضرتك. ايوه يعني هو بس اصله مركز شويه يعني. انا كنت عايزه شقه علشان اولاد يعني يقعدوا فيها. ايه انت بتعمل ايه؟ سيبيه بس، هو مركز يعني، مركز حضرتك. مركز ايه؟ ده مش فاهم حاجه خالص، ولا سامعني ولا سامع انا بقول ايه. عادل، هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ تقريبا يعني بيحلق لها. ايه يا عم دعبول، ركز بقى. في شر، في غل. ما احنا عارفين ان في شر وفي غل. ايه يا راجل انت هتدلق عليا ايه وتبوظ لي هدومي؟ خلاص الشر رجع لاصحابه يا اهل البيت، رجع لاصحابه خلاص. مش الشر، مش حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان. خلاص امان. الشر لبسه باين احنا في امان. طب متشكرين قوي، متشكرين. الحساب 100 جنيه يا استاذ. بعدين، مش الوقت. حساب ايه يا عاد؟ الحساب يا خالته، الحساب يوم الحساب، حساب الصورة اللي حيرسمها لك، مش كده يا عادل؟ ده هو فنان فظيع بيرسم صور عجيبة يعني. يلا بينا.
ياه، بياخد على كل صورة يرسمها 100 جنيه؟ على كده بياخد فلوس كتير قوي. ايه ده يا عم؟ احنا جايبينك تنقذنا ولا جايبينك تقع؟ الشر رجع تاني يا ابني، الشر بيوجعني، خد بإيدي يا ابني. واعمل ايه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. اهو طلع نصاب الاستاذ. اهو خد جزاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. اه صح. طب وبعدين؟ ولا حاجه، انا خايفه بصراحه لو فضلت قاعده كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل، هي جايه تدور على شقه لابنها، دور لها على الشقه. قلبت الدنيا على شقه، معرفش اول مره حاجه تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من ايديها وانزلوا دوروا على سماسره ارجوكي عادل. وهو بالمره على فكره بقى عربيتك مش هتتحسد، لان اصلا عربيتك محسوده خلقه. عارفه بقى، انا بفكر ان خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقه واحده، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحده فيكم في حته. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حته، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقه هخليها تركز انها تفرقنا في شقق مش في تراب الغفير ولا البساتين. سمير يا حبيبي، بابا ماله؟ ايه؟ في ايه؟ يا ابن منى اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول، مع السلامه. هتمشي هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجاه ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله، دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي، سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي، معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مع السلامه، خدي بالك. الله يسلمك يا عادل. شفتي سلسله المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفه، طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمه، لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضاء، لون يخطف العين. ايه يا جماعه، انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنهزيش حد ولا بنحسد حد خالص، اهو عم نتكلم. ايوه. الحقني يا عادل. إيه إيه؟ الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوني دشدشت العربيه بتاعتي. الحمد لله دلوقتي اطمنا، العربية بتتصلح والحاج خرج من المستشفى وكله تمام. الحمد لله. أنا بس عايزك في حاجة، اتفضلي معايا يعني في خدمة بسيطة. من عيني. أيوة من عينيكي. بصي من الشباك كده، شايفة البازار اللي هناك ده؟ فين ده؟ البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس داخلة خارجة كتير جدا دول. أنا مش عارفة أنت تقصد أنهي واحد. اللي في آخر الشارع هناك ده. ياه، نظرك جايب لآخر الشارع؟ في حاجة دخلت في عيني ولا ايه؟ ايه ده، انا اتعميت؟